هلو جايز، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ الفالنتاينز داي هنتكلم عن موضوع ازاي تفركش مع الحد اللي انت مرتبط بيه. يفركش بالانجلش يعني break up. ولو هنتكلم في الباست او في الماضي، يعني عايزين نقول ان فلان وفلانه فركشوا، بنقول they broke up. broke في الباست، broke up يعني فركشوا. ازاي تروح تقول لحد ان انا خلاص مش هقدر اكمل معاك الريليشن شيب دي او العلاقه دي؟ ممكن تقول it's over يعني خلاص، او ممكن تقول we're finished يعني خلاص احنا علاقتنا دي انتهت. في كلام بقى من الكلام اللي هو فيه لمحه مصريه شويه، اللي هو you deserve better than this، او you deserve better اللي هو تستاهل حد احسن مني، او مثلا it's not you it's me يعني دي مش مشكلتك، المشكله مش فيك خالص، المشكله فيا انا السبب ومش عارف ايه والكلام الحلو ده. I'm not good enough for you يعني انا مش احسن حاجه في الدنيا ليك، انت تستاهل افضل مني بكتير. ممكن نقول I think we need a break او I need a space. I think we need a break يعني محتاجين ناخد break من بعض، أو I think we need a space يعني أو I need my space اللي هو معلش اديني مساحتي، أنا مش قادرة أخد الكلام بتاع العلاقات ده. أو ممكن نقول we're not compatible يعني إحنا مش matching مع بعض، إحنا أنا ليه اهتمامات وأنت ليك اهتمامات والحاجات دي. I don't think I'm in love with you anymore. أعتقد أنا بطلت أحبك. طبعاً الشخص اللي قدامك اللي هو بقى بيكون المتساب ده بيبقى ليه ردود أفعال تانية، اللي هو I can't forgive you for what you did. أنا عمري ما هسامحك والكلام ده. أو ممكن تقول I never want to see you again. مش عايز أشوف وشك تاني. أتمنى الفيديو يكون فادك وتعرف تفركش بالطريقة المظبوطة in English. قررت أعمل حاجة مختلفة شوية، مش كل الناس هتحب النهاردة، في ناس هتفركش قبل ما تجيب دباديب والحوارات. لو عجبك الفيديو دوس لايك شير سبسكرايب على يوتيوب، وتستنوا الفيديو الجاي وتابعوا الفيديوهات بتاعت الحروف. أشوفكم الفيديو الجاي، باي باي.